شاب فاق حسن الجمال الأرضي وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وأنقذ شعب كامل بأكمله من مصير محتوم وهو الفناء. اسمه ونسبه معروف، لكن هوية الملك اللي عصره غامضة وغير معروفة. بعثه الله نبيا ورسولا، ولكن بعض الأساطير بتحاول تثبت لنا أنه أحد الفراعنة أو الملوك في مصر القديمة. إنه النبي يوسف، ولغز حلقتنا النهاردة هيدور حول الملك اللي عصره سيدنا يوسف أو عاش في عهد. والسؤال هنا، هو مين هو إمحطب الأول؟ تاريخيا هو أول مهندس في التاريخ وصاحب فكرة بناء هرم زوسر المدرج اللي موجود في سقارة، وكذلك هو أول طبيب في التاريخ، فكان يعالج المصريين القدماء من أمراض عجيبة ما كانت لتشفى إلا بسبب تدخل إمحطب. وعندنا مثل كبير موجود في بردية إدوين سميث كانت بتحكي إن إمحطب أول من عالج الناس من السرطان والأمراض المستعصية. وتروح المعبد بتاع إمحطب اللي موجود في سقارة اللي من 3500 سنة هتلاقي كمية كبيرة جدا من السجلات المكتوبة من قبل المرضى اللي عالجهم إمحطب، فيها رسائل شكر وعرفان وتقديس للذات ورد الجميل لهذا الطبيب المصري العظيم. علشان كده رجح أغلب المؤرخين والباحثين إن النظرية إن يوسف عليه السلام هو نفسه إمحطب كانوا مرجحينها لأسباب كتير جدا، بسبب التوافق الكبير اللي كان موجود والتطابق ما بين يوسف وما بين إمحطب من ذكاء وصدق وإخلاص وإيمان بكافة أفرع المعرفة. أما من أسباب التأييد التانية، قال لنا إن كل التسجيلات اللي موجودة في البرديات المصرية القديمة من حدوث مجاعة في عهد الملك زوسر، وهو ما يتفق تماما مع رؤية الملك اللي فسرها يوسف عليه السلام. ومن الأسباب اللي بتأيد الفكرة ديت هو اختفاء جثمان إمحطب تماما، هذا الرجل المصري المهندس والطبيب اللي عمل طفرة معمارية جبارة في مصر القديمة لم يتم العثور على جثمانه، وكأن رجله لم تدس على أرض مصر. وهذا ما حدث تماما مع نبي الله يوسف، لم نجد قبره إلى الآن. وهذه النظرية لقت تأييد من علماء كتيرة جدا، منهم دكتور زاهي حواس، لأن دكتور زاهي حواس يعتقد أن لفظ ملك كان يطلق على الحكام المصريين حتى بداية عصر الدولة الحديثة، يعني في عهد أمنحتب الثالث اللي هو إخناتون أول من أطلق عليه لقب الفرعون عليه السلام. هي من أجمل قصص القرآن الكريم، ولكنها تخفي لغز مهم جدا. لحد النهاردة كل العلماء والباحثين بيدوروا على اللغز ده، وبيتلخص اللغز هنا في سؤالين مهمين جدا. الأول، من هو الحاكم الذي عاصر يوسف عليه السلام؟ أما السؤال الثاني، هل كان يوسف حاكما من حكام مصر القديمة؟ لم يفصح القرآن الكريم عن اسم الحاكم اللي كان موجود في عهد يوسف عليه السلام، ولكن القرآن الكريم ساب لنا خيط مهم جدا. طب ايه هو الخيط ده يا عم ابراهيم؟ هقول لك انا، عندما تكلم القرآن الكريم عن الحاكم اللي كان موجود في عهد موسى عليه السلام وصفه بالفرعون في كل مواضع القرآن الكريم، لكن عند الحديث عن الحاكم اللي كان موجود في عهد يوسف عليه السلام ذكره بالملك، زي القرآن الكريم ما قال لنا: وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. في شيء مهم عايزين نوضحه، وهو إن الحضارة المصرية القديمة تعرضت لعمليات ضعف كبيرة جدا ومشاكل حصلت ما بين حكام الأقاليم، ومصر برضو حكمها أناس ليسوا من شعب مصر، وصفوا ساعتها بالملوك وليس بوصف الفراعنة. ومن هنا أصبح عندنا مشكلة أكبر، لأن اختلاف العلماء والباحثين لم يقتصر على الحاكم أو الفرعون اللي عاصر سيدنا موسى، بل إن الأمر تطرق للاختلاف على هوية يوسف نفسه، لأن البعض كان بيأيد وبقوة أن يوسف عليه السلام هو نفسه إمحطب.